يقول السائل: أنا مسافر ودخلت مع جماعة يصلون المغرب، وصليت معهم بنية صلاة العشاء، وجلست بعد الثانية وسلمت قبل الإمام، فما الحكم؟ الحكم أن الصلاة ما هي بصحيحة، الواجب عليك الإتمام، الواجب عليك تتم العشاء أربعة، صليت مع المغرب مع خلف من يصلي المغرب، الواجب عليك أنه إذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة رابعة، لأن من صلى خلف مقيم يجب عليه الإتمام. نعم.